لا شخصان أحدهما في منطقة عين شمس بالقاهرة والآخر في محافظة الفيوم جراء استخدام قوة الأمن الأعيرة النارية لفض مظاهرات مناهضة للانقلاب. وجاءت مظاهرات اليوم في مستهل أسبوع جديد دعا له التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت شعار قاوم الظلم. يبدو أن رهان السلطات الحالية على هدوء الميادين بمرور الوقت لم يكن في محله، واقع بات يفرضه المتظاهرون أسبوعا بعد الآخر وشهرا تلو الشهر، يؤكدون من خلاله أن مطالب الحرية والكرامة لن تسقط بالتقادم، وأن الدماء التي سالت على مدار 15 شهرا لن تمحو الأيام ذكرها. الشباب بتخوفك في إيه؟ مبهدلهم في الجامعات ومبهدل سينا وأهل سينا. أهل سينا عملوا لك إيه؟ ارحل بقى وسيبنا، ارحل خلي مصر تعمر. في عين شمس شرقي القاهرة خرج المتظاهرون عقب صلاة الجمعة يهتفون بسقوط النظام وبالقصاص لقتلهم، لكن رصاصات الشرطة أبت إلا أن تزيد حصيلة القتلى بارتقاء واحد جديد وإصابة آخرين. وفي المطرية خرجت الحشود مرددة بقتل الطلاب في الحوادث المرورية وتهجير أبناء سيناء، وهو الأمر نفسه الذي شهده ميدان الحلمية والمسلة والمعادي. في الفيوم انطلقت الفعاليات عقب صلاة الجمعة تندد بقتل الطلاب إما برصاص الجيش والشرطة أو من خلال حوادث الإهمال الحكومي، لكن الشرطة ردت باستخدام الرصاص الحي وقتلت أحد المتظاهرين. في الجيزة أيضا خرجت مسيرة من المهندسين والهرم والحوامدية وعدد من المراكز الأخرى هجمت بعضها قوات الأمن مستخدمة الغاز والخرطوش والرصاص الحي، كما أحرق مجهولون بنك السي آي بي ردا على ما تقوم به شركة فالكون التابعة للبنك ضد طلاب الجامعات.